مشاهدي صوت بيروت انترناشونال وبيروت سيتي على فيسبوك، اهلا بكم الى هذا النقل المباشر من عكار وتحديدا من بلدة ببنين، من مفرق ببنين، حيث نشاهد في هذا الاثناء هذه الزحمة الكبيرة، زحمة السيارات وزحمة الناس ايضا الذين تهافتوا بالفعل الى محلات بيع الحلويات وايضا ما يوجد هنا في هذه المنطقة من محلات لشراء ما تبقى يمكن من ملابس العيد للأطفال وحتى للكبار. يعني بعدما أعلنت الجمهورية اللبنانية دار الفتوى أن غدا هو أول أيام عيد الفطر السعيد، وكانت قبله أيضا المملكة العربية السعودية ومعها مجموعة من الدول العربية والإسلامية، أعلنت أن غدا هو أول أيام شوال وأول أيام عيد الفطر المبارك. عاد الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات. إذن مشاهدينا الكرام، نحن الآن في منطقة ببنين حيث نشاهد أجواء العيد وأجواء الفرح تعم على الناس، وبعد بعض الناس أيضا لازالوا إذن في المحلات يتبضعون ويشترون ما بقي لهم من حاجات لأبنائهم ربما وحتى لأنفسهم. نحن نحاول ناخذ جولة مع الناس. يعني الله يطول عمره، حسيتوني عمر الفقراء. كل سنة وانتم بخير. انت بخير. بعض الناس عم تشتري، بكرة العيد، بعد في ناس مش ملاحقة للعيد. والله معلم عكار كلات عم تيجي لعند الحاج زيتوني ابو الفقراء ابو المساكين، اسعار عنده احسن من كل لبنان. فعم نعمل له دعايه للزيتوني هلا، بس نحن عم بشكل عام على العيد. نعم. بعكار كيف الاجواء، كيف الناس متحضره؟ الحمد لله جيد جدا، الحمد لله مستوره، الحمد لله. الله يخلينا المغتربين اللي عم بيساعدونا، الله يحميهم. لولا المغتربين يمكن الناس ما عندنا ابدا، لا اكلنا ولا شربنا ولا شيء ابدا، ولا اشترينا ثياب ولا الاطفال عيدت ولا شيء ابدا. في عندك ناس برا؟ انا ما عندي الحمد لله، بس الحمد لله ما تركونا، الله يعوض عليهم. اجواء بعكار بشكل عام، هلا احنا بمنطقه برج العرب. نعم. بين ببنين وبرج العرب. برج العرب. كيف الاجواء بتكون بكره؟ صلاه العيد، الناس عم في استعدادات، الكل مع بعض الحمد لله، في استعدادات، في فرح، في الحمد لله بألف خير من الله. الفرحه اللي اعطونا اياها المغتربين، لولا ما المغتربين ما في فرحه عيد ابدا. عاد عليكم. وعليكم السلام. مشاهدينا الكرام، مثل ما عم نشوف لكن نحن بعدنا بمنطقة برج العرب ببنين، برآية كل هذه المناطق القريبة من بعضها. لا زال الناس بالأسواق وبالمحلات التجارية يشترون ما نقص منهم، يعني من حاجات وأيضا من ملابس للعيد. بدك تعيد بدون ما نصورك. خلينا نشوف، نسأل صاحب المحل إذا بنقدر، بدون ما يكون عم يقطعنا الإنترنت. ينعاد عليكم، كل سنة وأنتم بألف خير. الناس يمكن ما كانت عاملة حسابها إنه بكرة يكون عيد، فرجعوا هلا على المحلات عم يشتروا ويكفوا ثياب العيد. أهلا وسهلا فيكم. نحن نتشرف فيكم، يعني كل سنة أنتم بخير من محلات زيتونة، بنعود عليكم الصحة والعافية. ومحلات زيتونة معروفة بالرخص ومعروفة بالأمور الشعبية، وإن شاء الله يكون أيامنا كلها خير وبركة على الجميع، ونري الأيام أحسن هالأيام. كيف كانت ردة فعل الناس على الأسعار، على البضاعة؟ الحمد لله هون محلات زيتونة خاصة يعني أبو الفقراء، والأسعار معتدلة، والناس هون شعبوية أخي، يعني مثل بقولوا الفقير بيجي لهون كمان الرخص، كمان قطع نظيفة ورخص نظيفة، ونحن هون بنكرم الناس قد ما فينا، بنكرم الناس، ما بنطلع حدا من هون إلا إن شاء الله خير منه. تفتحوا أيام العيد ولا خلص اليوم وخلص؟ أول يوم كل يوم العيد فرحة عيد، يعني كل الناس ما بتفتح مثلنا مثل غيرنا يعني. وأهلا وسهلا فيكم جميعا، كل سنة وأنتم بألف خير يا رب. خلينا نكفي الجولة، هنكفي جولة برا المحل إذا
عن جد يعني مشاهدينا الكرام مثل ما كنا عم نحكي قبل شوي، الناس ما كانت متوقعة انه بكره يكون اول ايام عيد الفطر، لذلك ما كانوا متوقعين انه يمكن ما يخلصوا شراء حاجاتهم. لهيك عم نرجع نشوف نحن هلا بهيدا الشارع، هو تقريبا اكبر شارع بمنطقه العكا. يعطيك العافيه. كيف الاستعدادات للعيد بكره؟ والله العيد السنه كثير منيح الحمد لله، هذا الوضع شو بدنا نعمل؟ الدولار ب 100 مثل ما لك شايف، العالم مع الهم وعلى الزعل عم تشتري وعم تعيد. بس في كثافة ناس اليوم بالشوارع، السيارات، المحلات شوكولا، البونبون، محلات الثياب. هي العالم ملا شو بدها تعمل؟ كيف مثل ما لك شايف الوضع صعب والحمد لله. وهذا عيد، وانت بدك تعيد، بدك تشتري لاولادك ثياب او شيء. اي شيء شو بدنا نعمل؟ الحمد لله على كل شيء، ينعاد علينا وعلى جميع عامة الاسلام يا رب. شكرا لكم. كفي هالجولة مشاهدينا الكرام من منطقة برج العرب بعدين. عم نشوف لكن مشاهدينا الناس لازالوا بالمحلات التجارية، وحتى إذا فينا نشوف مهدي المشهد بالسيارات، كثافة السيارات يعني تنم بالفعل عن إذن عن تحضيرات الناس واستعداداتهم ليوم غد أول أيام عيد الفطر المبارك. طبعا الناس اللي هن جايين من عكار صوب طرابلس، وحتى ايضا من الناس اللي جايين من طرابلس صوب عكار، هم الذين يخلقون هذه الزحمه. وطبعا اللي بعد منهم لحق يشتري كل اشيائه وحلويات، اذا بدنا نقول حلويات العيد وملابس للاطفال وكل ما له علاقه بالعيد، الان هي فرصته الاخيره قبل يوم غد. لذلك الناس يعني نزحوا بهذا الشكل الكبير وبهذا الكثافة بسياراتهم نحو الشارع، يقصدون المحلات التجارية وغيرها من المحلات. أيضا كنا عم نشوف ببعض الشوارع محلات بيع السكاكر والحلويات أيضا ممتلئة بالزبائن. بدنا نعيد عليكم، كل سنة انتم بخير. ببعض المحلات التجارية الكبيرة هو الأسعار كتير غالية، على البسطات قد ايه؟ بال250 يعني أرخص بكتير. على الملابن أصدق على الراحة بس. لا بيختلف في أنواع شوكولا أغلب شوي يعني. إيه بس بيضلوا أرخص من المحلات التجارية. والناس كيف كانت إقبالها قبل السنة؟ هاي السنة إقبال منيح، أحسن من السنوات الماضية. يعني هاي السنة في إقبال أكثر من السنة الماضية واللي قبلها كمان. والناس ماشي حالها بالسعر، ما بتحارج، ما بتسألك إنه رخص لنا. لا بيشتروا عادي. بياخذوا بكميات كبيرة ولا حاجتهم؟ كيلين ثلاثة ما أكثر، يعني ما في أكثر من كيلين ثلاثة. هي يعني أكثر الشيء. ينعاد عليكم. عليكم يا رب الخير يا رب. مشاهدينا الكرام يعني هذه هي الأجواء من بلدة برج العرب بلبنان بمحافظة عكار. عم نشوف لازال الناس إذا بالشوارع وحتى بالمحلات التجارية. بعدهم في عندهم نواقص يمكن بلوازم العيد ليوم بكرة، يمكن ملابس للأطفال ولألهم، وحتى بالملابن والسكاكر وحلويات العيد. لذلك بعد ما عرفوا أنه بكرة هو أول يوم أيام العيد، لجأوا بالفعل وبهذه الكثافة إلى الشوارع من جديد لحتى يتبضعوا وينهوا كل حاجاتهم ويقدروا يشتروا كل شيء بدهم إياه لتحضيرا ليوم بكرة أول أيام عيد الفطر المبارك. أعاده الله علينا وعليكم بالفرح وبظروف أحسن وبأحوال أحسن. مشاهدينا الكرام هذا كان كل شيء من عكار، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.